لنا مسرح indigenous Palestinian theater، مسرح فلسطيني أصيل، وإحنا عايزين كلنا نشكره شكر جامد. سعيد قال على كل فلسطيني أن يسرد روايته، وبناء على ذلك أنا رح أحكيكم عن أطفال تراجيديين ولكنهم من الناس البسطاء، شهداء لم يسقطوا في ساحة المعارك لكن سقطوا في ساحة الغربة. إذا سأتكلم عنهم بشكل مباشر. من هيك أنا عملت العرض 2D. 2D يعني 2 dimensions. Two dimensions يعني طبعين عشان نفهم عليه مين أنا مين. Two dimensions يعني طبعين. البعد الأول هو أنا وإنتو، وأنا وإنتو حال واحد. والبعد الثاني هو الحكاية، والحكاية رغم إنها هي حكاية دار النام إلا إنها راح تكون حكايتنا جميعا. ومشان هيك أيضا أنا صممت العرض بدون لا ديكورات ولا مكملات ولا اكسسوارات الا هذه البوفيه البسيطه. وسيكون معي هذا الكرسي. تمام؟ متفقين؟ وكل شيء حعمله حيكون مكشوف. وانتم شركاء لا، يعني لو في حدا بده يحكي معي ولا بمثل اهلا وسهلا، حدا بده يخلق حوار معي اهلا وسهلا، حدا بسمعني بغني وصوتي مش حلو وهذا اكيد انه صوتي مش حلو يغني زي ما هو عايز، يعني بمعنى اخر الاتجاه بتاعكم موجود. واذا بعد ما خلصت حكايتي حدا بحب ينزل في الساحه ويحكي حكايه من عنده تشبه عنوان المسرحيه ساقوم بمنفى بدل فاتح، يتفضل يعمل. ما عنديش في هاي المشكله، بقعد على الكرسي انا وبصير انا متفائل. متفقين؟ إذا أنتم الآن ستكونون جالسين في قاعة مغادرة لأحد المطارات، كل واحد منكم يتأكد من جواز سفره معه وأن الفيزا بتاعته محفوظة على الجواز، وأنا سامحوني سأحاول الدخول للقاعة اللي أنتم جالسين فيها، ماشي الحال؟ معي الفرصة.
اتخلص من الشمته لمده 4-5 ساعات لحد ما يجي الليل واوصل. فرحت على الورشه الاولى وفيها معلم من اسيوط اسمه علي. معلم علي الله يخليك، خلي هذه الحقيبه عندك، دير بالك عليها، فيها اشياء مهمه بالنسبه لي. انا بلف على الورش الثانيه وبرجع. غير حوالي 4-5 ساعات ورجعت لقيت المعلم علي والعمال قاعدين على الضرب كأن على رؤوسهم الطير. هاي كيف بتحصل الحالة؟ إذا واحد وقع على رأسه فشل، أجا مبوبة على رأسه، يعني حدا مات، بس عديت عمال لقيتهم موجودين. معلم علي، شو في؟ أجاوب، معلم علي، احكي. معلم علي سيب الكوكبي، مشان الله احكي شو في؟ مش عارف أقول لك إيه يا معلم. احكي يا معلم علي. الشنطة اتسرقت يا معلم. الشنطة مالها اتسرقت يا معلم. بتضحك ليه يا معلمي؟ بتضحك عليا؟ لا والله يا حبيبي يعني. بضحك على اللي سرقها. قال لي ليه؟ هي فيها ايه الشنطة؟ قلت له فيها 40 سنة سجن. قال لي لا سمح الله فيها حشيش؟ قلت له لا والله ما فيها حشيش، فيها شيء ثاني. وبديت اتخيل الحرام اللي سرقها اخذها على طرف من اطراف عمان عشان يفتحها بهدوء. طبعا مش راح يلاقي الارقام السر بتاعها، فراح يفتحها هلا على اعتبار ان العمال المصريين محوشين الدولارات تبعتهم وحاطينها في شرطه سامسونايت، وبالتالي هو يعني هيربح. بيكسبها كاش ريال بهيش 8 كتب. اذا كان ما بيفهمش في الكتب والسياسة محبوب لعنة الله على المثقفين بخلق شنطة سامسونايت وبيحطوا فيها كتب، حتى صور ما فيش فيها. وإذا كان بيفهم السياسة والثقافة راح يرمي هذا كأنه فيها لغة.
لانه هيخاف. بس اقول لكم الحقيقه مش هذه هي الحقيبه الاهم في حياتي. الحقيبه الاهم في حياتي في 2011 كنا طالعين من عمان الى رام الله عشان نعرض مسرحيه العاده الى حيفا. لما تطلع من عمان لازم تسلم الحقيبه في نقطه بيسموها جسر الملك حسين، النقطه الرئيسيه، وبتمر عبر بوابات كثيره ما بدناش نحكي عنها، وبتوصل لاستراحه اريحه تبعت السلطه الوطنيه الفلسطينيه عشان تستلم حقيبتك هنا. المهم استلمت الحقيبه تبعتنا، وبتعبر انت عشان تروح على رام الله من اريحه، اريحه المدينه التي ولدت فيها. انا راكب في الباص واريحه التي ولدت فيها قدامي، يا الله مدرسة هشام بن عبد الملك اللي درس فيها اخوي. ايه مدرسة بحر اللي درس فيها انا. البريد بيتنا. بيتنا. نزلني انزلت. بيتنا. بيتنا اللي تربيت فيه. 23 درجة من قوميت عن الارض. اعرفها درجة درجة. احاول اقفز كل درجتين مع بعض 23 درجة يضل منهم درجة مفردة، ولما كبرت شوي صرت احفز كل ثلاث درجات مع بعض يضل درجتين مفردة، مش واضح تكون معك 23 درجة. هنا كنا نلعب، هنا كنا نسهر، هنا كنا نضع اخي الاصغر ناصر ونبني له ناصر كلنا بنحبك ناصر وحنفضل جنبك. هنا 23 درجة آخر مرة كنت نزلت بهذا الدرج في 5 حزيران 1967 كان عمري حينها 12 سنة، وهذا بعد 44 سنة أصعد هذا الدرج في الولادة الأولى وكان صار عمري 56. صدقوني في تلك اللحظة لم أكن أعرف من الذي يصعد هذا الدرج، الولد اللي عمره 12 سنة ولا الاختيار اللي عمره 56 سنة. صدقوني لمحت الطفل الصغير اللي عمره 12 سنه يمر بجانبي دون ان يلتفت الي. امي هذه ما وردتكمش، مش انا لما نزلت اشوف البيت الشباب اللي معاي اخذوا الكاميرا تبعتي وهات يا صور فيديو وفوتوغراف، كل شيء سجلوا وانا ضايع الدرج وانا بدور على اسمي في الشجره اللي مزروعه في حوش البيت. هذه الشجره كلما كتبت اسمي كان طول لما وقفت شايف فوق. المهم مش بس زيارة بيتنا، مش بس معرفة بيتنا والشجرة هي مسجلة، كل دقائق وتفاصيل تلك الرحلة مسجلة. وين عرضت؟ في جنين، في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في رام الله، كله مسجل. زيارتي لأولاد عمي، أولاد عمي في المخيم اللي جلسوني كان صار لي 44 سنة ما شفتهمش. رحت زرتهم في ناس الولد وأنا كنت بعرفهم. كل حاجة مسجل، حتى زيارة زيتونة سيدي أحمد البدوي مسجل. أنا قلت زيتونة سيدي أحمد البدوي، حدا عمره سمع عن زيتونة سيدي أحمد البدوي؟ بسمع عن سيدي أحمد البدوي، بس زيتونته موجودة عند أحد، موجودة في قرية بجنب القدس اسمها الولج، زيتونة عمرها 5000 سنة. أنا مش أنا اللي قلت لها 5000 سنة. اليابانيين الله يرضى عليهم عملوا فحص مختبري فأثبتوا أنها مستزرعة منذ 5000 سنة وما زالت تعطي زيتونة وزيتان. في اكتسابها هنا شرويت الحفرة في الأرض، أجوا اليابانيين أخذوا من التراب وقدموا 14 متر وأنا صعدت ووقفت في المتر الباقي من السابق. سيدي أحمد البدوي كان يأتي من مصر ليأخذ زيتونة وزيتونة من هناك. رأيت حنش اللي هو العربيد اللي هو الأفعى الكبيرة تدور حول قلبي إنها وسط أديان الزيتونة أخذتني القداسة. أحسست بها عندما ترجلت من الشجرة، أخذت حجر من حوضها ووضعته في جيبي وأتيت بزجاجة ماء مرنة وعبأتها بتراب تلك الشجرة، وعندما عدت الى الفندق وضعتها جميعا في الحقيبه. بالاضافه الى تهيئه الالكترونيه كنت افرغ عليها يوميا الفوتوغراف والفيديو الذي يسجل حتى لا تحتاج الذاكره الخاصه بالكاميرا.
عندما قررت العودة من رام الله إلى عمان سلمت الحقيبة وين؟ في استراحة أريحة عند السلطة الفلسطينية، ورأيتها بأم عيني وهي تحمل في الحافلة التي تنقلها إلى النقطة الأردنية. وفي النقطة الأردنية استلمتها من الحافلة المباشرة وذهبت إلى الجنوبية. الحمد لله على السلام يا أستاذ غنم، يعني الحمد لله عرفنا الله يسلمك. كيف أهل فلسطين من 25 ولكن رغم الاحتلال رغم كل حاجة إلا أنهم كان الشعب الجباري قال أنهم إذا تحرك تفضل فتش الحبيب أنا شو بدأ يجي من فلسطين من شوية زعتر وشوية ميرامية روح أبو عند أهلك حملت الحقيبة وبسرعة شديدة روحت على البيت. ليش؟ لأني في دوار عيالي وبدوار أهلي الحجر والتراب والصور والفيديو. فتحت الحقيبة لا شيء، لا الحجر لا التراب ولا التأثير الإلكتروني. وين راح؟ مش عرفت بعدين إنك عندما تسلم الحقيبة في استراحة أريحة وتستلمها في استراحة تسلم بنت حسين بتكون مفتحال هالبالها على نقطة تفتيش إسرائيلية. إذن سرقوا الحجر والتراب والذاكرة كما سرقوا البلاد ويريدون أن يمحوا ذاكرتها. حينها أحسنت الشباب فيه. عارفين ليش؟ لأنه تخيلوا أنه فتحوا الحقيبة مسكوا الحجر قالوا ما أهبلهم هالفلسطينيين بضلوا يحملوا أحجار في حقائبهم وألقوا الحجر خارجا. ماذا فعلوا به؟ أعادوه إلى سطح أمه ومسكوا التراب. مش المجانين بضلوا يحملوا التراب ويحطوه وألقوا بالتراب خارجا. ماذا فعلوا به؟ أعادوه إلى سطح أمه. عندما وجدوا الذاكرة الإلكترونية قالوا أيوة الذاكرة الإلكترونية هي أهم شيء وراح حطوها في الكمبيوتر. حينها أحسستم الشمال اللي تجي. ليش؟ لأنهم لم يجدوا فيها إلا ما يحيطهم. راح يلاقوا فيها جورج حباش، وديع حداد، غسان كنفاني، ناجي العلي، محمود درويش، حيلاقوا فيها الشيخ إمام، حيلاقوا فيها مرسيل خليفي، خالد الهضر، جمال خليل، عبد الحليم أبو حلقة، إبراهيم نصر الله، صور الشهداء، صور إمام أبوي، صور بيتنا، مسرحياتي، لن يجدوا فيها إلا ما يغيظهم. وهذه الحقيبة أيضا فيها ما يغيظهم ويسركم ما يسرهم. ما يبيضهم ويسرقهم ويسرقهم فيها ذكرياتي. فليس لدي أعز من الذكريات إلا ما تخلفه الذكريات فيها أنا غنام غنام. اسمك الكامل غنام غنام الكامل غنام صادق حسن محمد أحمد مصطفى غنام. تتخوفش علي الكامل يعني ثلاثي غنام صادق غنام وسيم بن خليفة. ما بدناش تسميها اسمك ما بدناش تسميها. من وين؟ من عمان. قبل من جرش. قبل من أريحة. قبل من كفر عالم. كفر عالم عالم بالألف الله يخليك. قبل لأنه إحنا اسم فريقنا على اسم آلهة عناد وإحنا في الدينين أصلا فتتفلسفش على ربك. كان هذا الحوار عام 2004. هذا الحوار لم أكن مطلوباً من جهات الأمنية ولكن ابني غسان الله يطول عمره راح يقدم طلب للوظيفة في شركة الاتصالات. شركة الاتصالات ودت أوراقه لوين؟ للجهات الأمنية. الجهات الأمنية مشهورة كتبت رداً على والد المذكور مراجعتنا. فذهبت لمراجعته بعد حوالي 4 ساعات من هذا التحقيق. قال لي سيد غنام أنت إقليمي. ليه؟ شو إقليمي يا سيدي؟ قال لي يعني انت بتعصب لفلسطينيه. تسمح لي يعني اسالك؟ لما سالني انا في وين قلت لك انا من عمان ما رضيت. قلت لك انا من جرش ما رضيت. قلت لك انا من اريحه ما رضيت. قلت لك انا من كفر عالم. ماذا سجلت عندك؟ سجلت عندك كفر عالم لانها هذه حقيبتي
لأنك يا إبليل. أنا من هناك، أنا من هناك، ولي ذكريات، ولدت كما تولد الناس، لي والدة، وبيت كثير النوار، لي إخوة وأصدقاء، وسجن بنافذة واحدة، أنا من هناك، أعيد السماء إلى أمها، حين تبكي السماء على أمها وأبكي لتعرفني غيبة عائدة، أنا من هناك، تعلمت كل كلامي يليق بمحكمة الدم كي أكسر القاعدة، أنا من هناك، تعلمت كل الكلام وفككته ثم ركبته وفردة واحدة، أولا، هذا الكلام مفهوم كبير. أنا من كفرعان، لكن اليوم بيت في أريحة، أعشق أريحة، بموت على أريحة، ولكن من كفرعان. ولدت بعد نكبة 48 بسبع سنوات عجاف، بعد أن هجر أهلي من كفرعان إلى أريحة وأصبحوا لاجئين. أهلي كان لازم يكونوا لاجئين ولا نازلين؟ ليش نازحين؟ نفس البلد. الأمم المتحدة تعرف اللاجئ بأنه الذي هاجر من منطقته إلى منطقة أخرى خارج الحدود الدولية. وأهلي هاجروا من كفرعان إلى شكر. تعالوا نفرض أن هذه خارطة فلسطين، بتشوف حال؟ ها؟ أهلي هجروا من كفرعان إلى أريحة، من كفرعان إلى أريحة، من كفرعان إلى أريحة، من كفرعان إلى أريحة، فلماذا أسفهم يا حجراوي من اللحظة الأولى لاجئين؟ ماذا نجاوب على السؤال؟ لأن تعالوا نتخيل ماذا حدث خلال عامين، بعد شهر من نكبة 48 يعني في شهر حزيران يونيو، اجتمع ما تبقى من فصائل المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين في مدينة غزة وأنشأوا حكومة عموم فلسطين التي كان مهمتها استعادة ما استلب من الأرض الفلسطيني على أيدي الصهيونية. ولكن بعد شهر آخر اجتمع البرجواز والأرستقراط والمتلفين والملاك الفلسطينيين القدس وأرسلوا رسالة إلى الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، قالوا له يجب أن تتولى أنت أمورنا لأنه لم يعد لدينا حكومة وليس لدينا ولي أمر، فما كان منه إلا أن وافق مباشرة وأرسل إلى وزير خارجية الكيان الصهيوني في ذلك الوقت إلياهو ساسون يقول له يجب عليكم أن تحترموا رغبة الشعب الفلسطيني في أن أتولى أمورهم لأنهم أصبحوا بلا وال، فما كان من إلياهو ساسون إلا أن وافق في اليوم التالي شريطة أن توقع اتفاقية هدنة. وقد حصل خلال عامين من نكبة 48 لم يعد هناك على الخارطة شيء اسمه فلسطين، يعني الصهاينة أخذوا جزء وأسموه إسرائيل، وهناك جزء بسيط زي في شمال غور الأردن أخذوه كان اسمه الحمى الفلسطينية أعطوه لسوريا قصار اسمه الحمى السورية، وفي غزة ورفح كل هذه المناطق التي تعرفونها صارت اسمها القطاع وألقيت مسؤوليتها على الحكومة المصرية اللي كان وقتها ضمن الملك فاروق، والجزء الكبير من الأرض الفلسطينية أسمي الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية. صار هناك لاجئ فلسطيني وليس هناك فلسطين، يعني أمي وأبوي انولدوا في بلد مش موجود على الخارطة، جدي وجدتي موجودين مدفونين في بلد ليست موجودة على الخارطة. وسواء فعلنا ذلك بحسن نية أو بسوء نية، إلى بحسن نية مصيبة ولا بسوء نية فالمصيبة أعظم، سواء عملنا هيك ولا هيك، إحنا أرحنا الاحتلال الصهيوني من مسمار يخزه ليل نهار لأنه احتل بلدا موجودة. هم عم تأكل بالفور بالفور، تعرفوا؟ بالفور، شو عملوا بالفور؟ أعطى وعد لليهود
بانه يعطيهم فلسطين. ماذا يقول الواحد؟ ان حكومه جلاله الملك واسمه جورج الخامس في هذاك الوقت تنظر بعين العطف والاعتبار لاعطاء اليهود مقام قومي على ارض فلسطين. يعني اذا اللي بده يعطيهم اياها ما لقاش لها اسم الا فلسطين. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. ولا تنفع هذا، وهذه هي فقط. تعرف بس شو بدكم تسووا؟ انتم قاعدين مع واحد فلسطيني. وفلسطيني لما بيحكي عن خبازه بيحكي سياسه في الاخر. على كل الاحوال واحنا اولاد صغار علمونا قصيده للامير الشعراء احمد شوقي. بعد الوجود في مناهجكم وإن راحت زي راحت من مناهجنا تسأل بيقول عصفورتان في الحجاز حلتا على فنا. فنا شو العصف؟ في خامل من الرياض لا ندل ولا حزن. إذن هذه في منطقة مين؟ الحجاز. وقوة العطف الناشف الجشف ما فيش فيها ولا على الأخضر. هيا وقال دورتان في وعاء ممتحن صار الجنة نقتل ما بيسوى شيء. لقد رأيت حول صنعاء وفي ظل عدن خمائل كأنها بقية من ديازن. هلا بيجي يبلش يجريهم يروح على اليمن، واليوم كانت اليمن السعيد. لقد رأيت حول صنعاء وفي ظل عدن خمائل كأنها بقية من ديازن، الحب فيها سكر والماء شهد ولبن. واحد من العصافير الثنتين والطيب فيهن الفضل قالت له يا ريح أنت ابن السمين ما عرفت ما السكن، هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن. هذه هي الحالة، لا شيء يعدل الوطن. المسألة يعني مش مسألة إنه أنا مثلا كان أنا أردني، لا على الإطلاق أنا بحب أردني. صحيح روحت على المدرسة وأنا ولد صغير كطالب أردني وأدرس في المنهاج كطالب أردني عن فلسطين الشقيقة المحتلة والشعب الشقيق اللي مشرد. وانا محرر انا كثير بلابس ثوب فلسطيني مبرز وابوي عنده جرح في كتفه من سنه 48 وجدتي بتحكي حكايه عن خالي اللي سجن من 36 جزء ثاني هويه يعني مع ذلك ومع ذلك انا اعتز بهويتي اعتز بهويتي ولكنني مع عدم شرط الهويه الفلسطينيه لصالح الهويه الصهيونيه. انا عموما عرب، انا فداء سبت وميلا مغرب، وانا فداء اسكندرونا سود، وانا فداء الاردن، وفداء مصر، وفداء السعوديه، وفداء اليمن. تعلم ايش نعمل؟ عموما انت اذا حكيت مع الفلسطيني بقول لك يا مره وانا مسافر، مره وانا فاجر، مره هم موقفيني على الحدود، مره هم مانعيني يعطوني فيزا، يعني حيلك تقولها الله وكيلك الى علاقه بهذا التشرف. فأنا كيف كتبت هذا النص في الأصل؟ أنا يوم من الأيام مسافر من مطار رفيق الحريري وأنا بخاف من الطيارات بيروحوا علي، فبروح بطلع خمس ساعات تمام؟ بأخذ كتاب بأخذ اللابتوب وبروح. فجأة هيك سمعت نداء تعلن الخطوط الجوية المصرية إيجيبتير عن إقلاع طائرات يا رقم كذا يا رقم كذا المتوجهة إلى مطار القاهرة الدولي. على جميع الركاب التوجه الى البوابه رقم كذا. ولا مره من جنبي شاب مصري هيك عفيف جانا الحقيبه تبعك محمل الكاس وحاطط الموبايل على كتفه. اسمع حمدين، اسمع حمدين دلوقتي حدخل الطياره حاطط الموبايل. اسمع دي انت وامي وحماد حبش والعيال كلكم تيجوا على المطار عاوز احطكم كلكم في بطني. الحق كل بني ادم يحضر ملكه وولاده وحماته وامه مرحل. بعد شوي طلع نداء الخطوط الجويه الصينيه. ما تسالونيش كيف بتعمل على البنت. البنت حامل جنتها بتقول اسمع يا حبيبي انا بوصل شي من بعد 20 ساعه، بدي تاخذني عند بيت جدي وقبل جدي وجدتي لاني اشتقت ازور بيت جدي اللي تربيت فيه وقبل جدي وجدتي. من حق كل واحد يتغرب على بلده. أول ما يرجع يروح المكان اللي تربى فيه ويزور قبور أحبابه اللي بحبه.
فجأة اجى سؤال في راسي تقول جرس من الكنيسة تبعت فيه لحم وضرب في راسي فن ولك يا غنام متى ستسمع هذا النداء تعلن الخطوط الجوية الفلسطينية عن قيام الأحلام في هذا العام 1948 الشهيد علي طه طلب المجازع متى ستسمع هذا النداء تحتاج الى معجزه اما انا حكيت لكم اسم هلا اسمه الشهيد علي طه حدا بيعرف الشهيد علي طه الشهيد علي طه اسمين من الخليل اختطف عام 1972 طائرة ونزل بها في مطار فيليت وفاوض السلطات بأن يخرجوا عن كل الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن ركاب الطائرة. مر بعد 3 أيام واحد من الركاب فطلب من الصليب الأحمر أن يأتي لمعالجة هذا الراكب وبدل أن يدخل الصليب الأحمر دخل جيش الاحتلال الذي يلبسي الصليب الأحمر وأطلق النار على المختطفين والركاب فاستشهد علي طه في ذلك الوقت بعد حوالي شهرين اجت مجموعة من اليابان من الجيش الأحمر الياباني ونزلت مطار الليد وأطلقت النار على المركبين في مطار الليد انتقاما لشهيد علي طه لذلك أفترض إلى عادة فلسطين وصار هذا المطار كله يتسمى مطار الشهيد علي طه من هيك لو قلت لكم هذا النداء وهذا الحلم وانا عارف شو بحكي اسمع اليوم طالع انا من مطار الشارقة الساعة 6 الصبح ومست حقيبتي ومشي بتعرفوا احنا عندنا حمى الفيسبوك تمام زي ما هلا الخبز بس على الفيسبوك انا كتبت الستاتوس تبعي مسافر من الشام هيا مش عارف ايش اتصلت الرساله صديقه مصريه فاتصلت فيه الو صباح الخير بروح وترجع بالسلامه لبلدك يا غنم بروح وترجع لبلدك الامارات بالسلامه يا غنم يا غنم مش انت اردني انا اردني يا حلام مش انت فلسطيني ومعك الجنسية الأردنية يا حلام خلاص ما تهمنيش مش انت قومي عربي وكل البلاد العربية بلدك كل البلاد العربية بلدي بس بلدي مش بلدي غنام خلاص ما تحبكهاش تروح وترجع بالسلامة وبلاش بلدك خالص هذه الكحلة عمتها ناس بس لا إله إلا الله محمد رسول الله على الله على الله تعود بهجتنا والافراح تهم الباب بهجه والافراح قضايا العمر والافراح وضايا عمر هجران وغياب مماي 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 يقول المماي هذا هو يحصل على الله نحن خليج الاطرش امي خديجه كانت تغنيه بطريقتها تقول على الله تعود بهجتنا والافراح يما تغمر باب البهجه والافراح يما قضينا العمر والافطر والافراح يما وضاع العمر هجران وغياب يما كانت تغني هذا الموال بهذه الطريقه كلما شدها الحنين الى اخي فهمي ذكرها الذي تغرب عنا ما يزيد عن 20 عاما وعندما مات فهمي وشلع قلبها استدرته بعديد آخر ترتجله كلما انفردت بنفسها هي أمّا يا فهمي هي رحت وتركتني يا أمّا يا شيخ الشباب لو أشوفك جاي من الباب احمد إيدك تأخذني امك ما عادت امك قتلها موتك وهمك يا اما ريتو عذري تركك واخذني يا اما فهمي اخي الاكبر ذكر امي وابي
مولود في كفرعانة عام 1942. خريج الجامعة الأمريكية أدب إنجليزي عام 1968. كان منذ نعومة أظفاره عضوا في حركة القومية العربية. وعندما خرج من الأمريكية بيروت التحق كفداني بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبذلك وبسبب هذا الانتماء تشرد في البلاد كل عام في بلد. وفي كل عام يحمل جواز سفر مختلف، مرة من الكراوي، مرة من زويلي، مرة كوبي، مرة سوري، مرة مصري، مرة عراقي، ولم يعد يحمل الجواز الأردني، ولم يحمل الجواز الفلسطيني، تلك البلد التي ناضل من أجلها وضاع 20 عاما أو أكثر في البلاد بسببها. بعد حوالي 20 عاما من المنافي، عاد فهمي إلى عمان. إلى عمان حيث يعني تبقت العائلة وتبقت معظم أهل كفرعانة في خيام الوحدات. اعتقدت حينها بأن أخي فهمي قد عاد ليعيش بيننا، لكنني فوجئت بأنه قد عاد ليموت بيننا. فسرعان ما مات فهمي، حملنا جثمانه وذهبنا به إلى مقبرة سحاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورأينا جثمان هناك. تعرفون مقبرة سحاب التي أتحدث عنها مدينة كبيرة من الأموات، سكانها تحت التراب، زوارها فوق التراب، سكانها ملفعون بالأبيض، زوارها ملفعون بالأسود. في اليوم التالي حسب عاداتنا كفلسطينيين نذهب في اليوم التالي مع الفجر في زيارة نسميها زيارة فك الوحدة. وكأننا في ذلك المتوفى لم يألف من فاه الجديد بعد. نذهب عند القبر، ندعو ما تيسر من الآيات، ندعو له ما تيسر من الأدعية، ونخبره بأن كل شيء يمر بشكل طيب. والله يا حبيبي يا كبير الله يرحمك، قديش يا حبيبي أجل ناس على بيت العزم، آلاف آلاف، الحمد لله رب العالمين. مرتك أولادك بعينين، وأنت عارف إنه مرتك أصيل، مش راح تفرط من أولادك، أنت كن مطمئن، إحنا بخير. فجأة قطعني صوت الرجل الذي يبني القبور، تعرفوهم في المقابر هذول، يرحمنا فقدته. الله يخلي لك أحلام. يعني بدكم تبنوا القبر ولا بدكم اياه بدون بونه وتيجوا بعد شهرين تزوروه وما تعرفوش وين هو؟ وين لا بدك اياه رخام ولا حجر؟ لا لا ليش رخام؟ حجر. طب يعني ولا مؤاخذه على قد الشاهد، رخام ولا حجر؟ لا لا الشاهد برضه حجر الله يخليك. طب تعطيني معلومات عنه؟ يا رب تصلهم 20 سنة بطلبوا معلومات عنه. الله يخليك مش لازمكم بس معلومات. لا يا حبيبي، احنا معلوماتنا بتختلف. اسمه الثلاثي فهم صبر الله. مواليد 1942. من اي بلد بلا زغرة؟ من اي بلد بلا زغرة، هذا تعبير فلسطيني نقوله عندما نلتقي احدا نريد ان نتعرف عليه. نقول له من اي بلد بدون ما نستظهر مقدارك، فيقول انا من البلد الفلانية. على طول ممكن نحكي له انت من اي عين؟ من عين غنام ولا عين ثانية؟ من اي بلد ولا زغران؟ من كفرعان. يا سيدي هذا القبر بكلفك. في يوم ذلك جئت الى المقبره حاملا شتله زيتون لازرعها عند شاهد القبر اخي، فنحن احفاد الفينيقيين الحمد لله على السلامه يا دعاء. فنحن احفاد الفينيقيين ونزرع زيتونا عند شواهد قبور احبائنا. وأدهشني ما هو مكتوب عليها. المرحوم فهمي صادق الخلفان من كفرعان. أها، إذا هو عندما سألني من أي بلد بلا زغرة ما كان بده يتعرف علي؟ كان بده هاي المعلومة عشان يكتب على شاهنة القبر. نظرت حولي إلى شواهد القبور، جافة، حيفا، الراسة، غزة، بئر السبع، الخليلي، ساكن، سلم. يا الله يا الله، فلسطين، يا
بقراها ومدنها ونشراتها وبلداتها مكتوبة على شواهد قبور أبنائها، أولئك الذين لم يستطيعوا أن يعودوا ليصلوا على أعتابها أم يدفنوا في ترابها، حملوا أسماء قراهم وبلداتهم على شواهد قبورهم. وجاءني السؤال مرة أخرى، ولك يا غنام لو أنك عشت في كفرعانة ومت في كفرعانة، هل كانوا سيكتبون لك على شاهدة قبرك إنك من كفرعانة؟ بالتأكيد لا، مش زي فهمي مات في عمان وحجره من سحاب، وغسان كنفاني مات في بيروت وحجره من بيروت، ونايف العلي مات في بريطانيا وحجره من لندن، وين بوتسعيد وهلك في منزوريا وهلك في زيمبابوي. وني أنا كأمير حبيبي، أمير حبيبي الروائي الفلسطيني العظيم، نيالك ولدت في حيفا، كبرت في حيفا، عشقت في حيفا، نضلت في حيفا، اعتقلت في حيفا، ومت في حيفا، وعندما مت طلبت منهم أن يكتبوا على شاهدة قبرك باق في حيفا. لم يكتب ذلك بمثل أنه من حيفا، ولكن يقول كنت شوكة في عين الاحتلال حيا، وها أنا أقف شوكة في عين الاحتلال ميتا. حيفا يا حيفا يا إبني في القلب نيراني، أشعل في القلب نيراني، نيراني النيران ظلت مشتعلة في قلبي أبي صابر إيمان. والوان هجرة في عام 1980 من كفرعانة إلى أن توفي عام 1986 في جرش. كانت النيران نيران الرغبة في العودة إلى فلسطين، وبعد قليل صارت نيران الرغبة في أن يدفن في فلسطين. وقبل أن يموت أوصانا، إذا تمكنتم من إعادة رفاتي إلى تراب فلسطين فافعلوها. النيران لن تكون في قلبي أبي فقط، النيران أيضا كانت نهايته، فأبي مات حريقا. وقبل أن أقول لكم كيف مات أبي حريقا، اسمحوا لي أحكيكم عن صابر غنام وهو طفل صغير ماشي الحال. صابر غنام هو الولد الوحيد للشيخ حسن غنام. الشيخ حسن غنام شيخ طريقة، مولد ووالد وحضرات ورايات وإعلام وبيان ودول الذكية. هذا الولد الوحيد وعمره 6 سنين سمع جلبة في حوش البيت، ظن بأنها حضرة نهارية للشيخ حسن، ولكن عبير النساء أشعره بعبير أهل وسلم، أشعره بأن في حضرة شيء ما. فجأة جاءت ويد خشية لأحد الأبناء، قالت صبر روح ودع أبوك، ليش أبوك وين رايح؟ روح ودع أبوك ولا تروح تضحك. أخذوه إلى الجثمان المسجى في الكفن، بحث عن كفي أبيه لم يجدهما، كانتا مربوطتين داخل الكفن. ويدنا أقول بدي أبوس بوس وجهه، قبل وجه أبيه، أغلق الكفن وحمل جثمان الشيخ حسن. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. منذ تلك اللحظة أصبح صابر يتيما، لكنه كان معززا لأنه جده حسن راح هو وترك له ذكر حسن، وترك له أرض ممتازة فيها كثير من الشجر يمكن أن يعيش من خيرها هو وجده حسن. لاحظوا جدي حسن وجدتي حسن. ها؟ لما صار 9 من عمره كان أطول من أقران أي شاب، فجاءه صاحب اليد الخشنة ذاته وقال له صابر بتحب تروح بكرة على يافا؟ إيه طبعاً بحب أروح على يافا، بس بتوديني أركب الحنطور وبتوديني على المشي وبالمشاوي وبتوديني على السينما عشان أسمع أغاني عبد الوهاب. ما
منذ نعومة أظفاره وهو يعشق أغاني عبده. إيه ماشي بنوديك يا صابر، لكن أنا في البداية يجب أن أذهب إلى عمك القاضي. عم القاضي؟ يا عمك القاضي أنا صاحب حقوق ولا يهمك. إذا سألك قديش عمرك؟ بقول له 9 سنين ونص. لا 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 يا صابر، أنت صار عمرك 13 سنة. إيش أنا كبرت؟ إيه عمرك قديش؟ 13 سنة. وإذا سألك القاضي بتستحلم يا صابر؟ قول له 2 مرات في الأسبوع. بستحلم؟ شغلك انت بس قول له 2 مرات في الأسبوع، وإذا سألك بدك تتجوز قول له طنيب على ولايات تجوزني. ماشي. في اليوم التالي أنت سؤالك فيها أنواع ثانية ومسؤول من باس اللباس الفلكلوري تبعنا، فبدأ مثل عريس وأخذوه إلى يافا عند القاضي مباشرة. صابر كم عمرك؟ 13 سنة يا سيدي القاضي. صابر بتستحلم؟ مرتين في الأسبوع. طب هات اصبعك يا صابر، بدك تستنى بدك تتجوز ولا لا؟ ليش يا ولد؟ عشان اقول لك طنيب على ولاد؟ خذوا هذا الولد محمد، قولوا هات اصبعك. وبصم صابر اللي عمره 13 سنه زورا على كل ما يملك صابر اللي عمره 9 سنين حقيقه، وخرج من عند القاضي. لم يذهب ليحضر الحضور وأن يأكل المشاكل في المنشيات، ولم يسمع عبرها في السينما، وعاد منذ تلك اللحظة فقيرا لا يملك شروى نقير. في اليوم التالي مباشرة كان الأب يعمل عاملا في بيارات البرتقال في يافا، ذلك البرتقال الذي كان دائع الصيت، كان يجمع نشر الصناديق، ولم يكن يعلم الذين يأكلون برتقال يافا في أنحاء أوروبا بأن أشبه هذه الصناديق قد أدمن الفيض الصغير صابر. الحقيقة صابر زي النبل العجيب كبر، صار شاب كثير حلو، وكان يعني من المخيرين في كل كفر عام. أول واحد في البلد يسمع له، أول واحد في البلد اشترى جراموفون، أول واحد اشترى راديو، يعني كان مختلف. كيف صار يحكي إنجليزي ممتاز والله ما بعرف. تمام. ودفع في امي مهر 22 جنيه فلسطيني في هذيك الايام بيعمل المصنع. وعندما كبر صابر اصابه السكري واصابت ساقه الغرغرينه، فبترت ساقه من اسفل الركبه، فاصبح ضعيفا لا يقوى على عمل شيء سوى ان يجمع قش الحبوله ويحمل بعض الشجرات في اليوم الذي مات فيه. كان يجمع قش الحاكولة حوله كومه وأشعل به عود ثقال، هبت النار فأكلت ثوبه الذي كان به نسبة عالية من النيلون ومات. لكن دعوني أخبركم عن آخر 15 يوم قبل أن يموت. قبل 15 يوم من موته اعتقلت المخابرات أخي أصغر معصر، اعتقلته بتهمة النشاط السياسي داخل جامعة يربو. قلت الطلاب يعرفوا من الطبيعي أن تقوم السلطات الأمنية باعتبار طالبه نشاط سياسي، شو المشكلة؟ لكن المشكلة أن الذي تولى التحقيق وتعذيب أخي هو إيرين جيران، يعني يعرفنا بالتفصيل الممل. هذا المخبر والمخابرات كان كل ما احتاج معلومة عن العائلة يجي عند أبوي يعزم حاله على فنجان قهوة ويقول له ها فهمك شو أخبارنا إن شاء الله تخرجوا بعمل، ها شو أخبارنا إن شاء الله تدرسوا منيحة، ها شو أخبار فلان وفلان. أنا كنت أموت قاهرا أقول له يابا بحياة الله كيف بتدخل هذا النجس على بيتنا؟ يقول لي يابا أنا أدخله إلى بيتنا كرامة لأبيه، لأن أباه مزارع فاضل يده خضراء وصديق الآن. أقول له يابا بس هذا جاي يأخذ معلومات. يقول لي أنا هل أنا أضيع البحر وأرجع عطشان. كل يوم كان يحقق مع أخي ويعذبه ويذهب إلى مكتبه يقف دخل بيتنا. ألو يا أبو فهمي آخر ولد حمار، كل التنظيم اعترفوا ومش راضي يعترف، والله غير يضيع مستقبله. 14 يوم 13 يوم على العالم.
في اليوم الرابع عشر كأنه زهق وتعب من أخوه. فأخذ أخوه بعد أن علمه وأخذ علمك بأنه تحكي مع أهل الحسار. قالوا يا أبو فهمي إحنا بطلنا قادرين على هذا الولد الحمار. خذ أنت احكي معاه عقله، بلكي عقل على البيت. احكي مع أبوه. أخوي حكى كلمتين بس. مرحبا يا با. أبوي حكى جملة واحدة فقط. يا با أنا ربيت رجالي. الله يرضى عليك. وأقفل الخط. في تلك الليلة اغتاظ ذلك المحقق من موقف أبي، فأوقع عذابا إضافيا على جسد أخي. أخي الذي لم يستطع ينام من الألم التي انتابته، وأبي لم يربط له جفن، كان حريقا جل في قلبه من جراء ذلك التصرف المذهب. وأكاد أجزم بأن أبي في اليوم التالي لم يمت من حريق الدم، لكنه مات من الحريق الذي أشعله ذلك المحقق التافه. كان العزاء أهله كان في العروب. هذا الرجل الأمام كيف يدبر حياته؟ مسرح مش مسرح؟ كيف عايش؟ وسيحضر جنازة ولد واحد كسام، وسيتعذر الأمر على ابنتي إيفا ورينا المقيمتان تحت الاحتلال أن تحضر جنازتي تماما كما كان الاحتلال مانعا بيني وبينهما أن أحضر زفافيك. وستتأخر المدينة التي تدرس في قبرص عن وقع جنازتي بسبب الطيران. سيحضر جنازتي جمع كبير من الرفاق الذين ناضلنا معا كي نحرر فلسطين، والمسرحيين الشباب الذين أسبغوا علي كلمة يابا. سيحضر جنازتي اثنان جاء من فلسطين صدفة، صديقان فيسبوكيان، واحد يحمل لومنتين من بلغاريا والثاني أهلك ليمونتين من يافا جاء فيها هدية. سيجدان بأن القدر حد فيوزعانها على باب المقبرة. سيحملون جثماني وقد ملأ الفيسبوك الشباب الكلام، وداعا يا أبا غسان، وداعا يا غنام، لحرر النار. وسيطلع لهم شاب متحمس يساري يقول لهم يا جماعة ارحموا ربنا، والله فكرنا بمن هبالا. سيحملون جثماني وسيجدون بأنني أخف بكثير مما كانوا يتخيلون، ويضعون جثماني عند الحفرة. يأتي حفر القبور فيقول الملقن يجي هون. ملقن يجي هون. كلهم شيوعيين الله يهديهم. ولا ملقن ولا غيره. ما في عندنا واحد ملقن. هناك جار من مقبرتي يلقن من وجه الله. واخذ الاجر من رب العالمين. فياتي هذا الملقن مسرعا. السلام عليكم ورحمة الله. رحم الله فقيدكم يا جماعة الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لحظة لحظة. يطلع واحد من الشباب المتحمسين. لا يا حبيبي، هذا غنام كان يحيينا في كل عرض تحية من الحيين في آخر حيين في نهاية التحية.
الله يمسيك بالخير ويمسي الخير فيك يا غلمان، لأنه الأيام بتحلم الإنسان والإنسان بيحلم الأيام، وأحلى الناس هو البني آدمين، وأحلى البني آدمين هم الناس، ومساك الخير عليك يا غلمان. بفلاح الملقي ناشئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا إلهك أحلى النواس على صديقي، ساخر، مش عالموت سكر هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. يا أخي ما بك تضحك يا أخي؟ ها؟ ألا تحترم الميت؟ ألا تحترم الجنازة؟ ما بك تضحك؟ أحكي لي يا سيدي الشيخ الله يخليك. والله يا هذا الإمام كل ما مات يساري، ولا واحد مثقف في عمان هو اللي بيعمل التأبين. صار لي ساعة بقلب مين اللي بيعمل تأبين الإمام ما نعرف. ببلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة يا عم شو معك؟ طالع شاب زين لأي مسألة. حولني يا غنام حول بات الليلة هين، ولا وين في بات واحد؟ قل لي يا جماعة الخير رحمة الله، استغفر الله، ماذا تفعلون؟ ألا تحترمون الميت؟ ألا تحترمون الجنازة؟ هذا بيضحك، وهذا بيغني له، وهذا بيحكي له شعر، يعني بكفيش لافينه بكفن مكتوب عليه أبيات غزل، وجايين كمان تعملوا هيك، يعني هذا الميت لما بده يجوا الملكين الرفيقين ويسألوا هو ربك ما دينك ما إلهك ما رسولك ما كتابه، شو جنبه على بلد المحبوب والدين ولا حول يا منام؟ خذوا ادفنوه دون تلقين، الله لا يردكم ولا يردوا. يدفنونني دون تلقين. في اليوم الثاني أسمع صوت أطوال الإنسان ومن جاء زيارة الله يرحمك يا الله يرحمك. قديش كان في ناس في عزاك، الله يرحمك، قديش في ناس بحبوك، رغم اني بقرا على الفيسبوك ناس كثير بيسبوا عليك، والله ما بعرف. يا بابا اختي وصلت من قبرص وهيها موجوده وبتبكي ومش قادره تحكي، بس خواتي اللي بفلسطين يا بابا شو بدهم يسوون؟ بعت لك رساله بالواتساب وقال لازم اسمعك اياها. اسمع يا بابا. يا بابا الله يرحمك يابا، الله يرحمك ويسهل عليك، دير بالك على حالك يابا. دير بالك على حالك، لو معي واتساب كان رديت عليهم وقلت لهم انتوا ديروا بالكم على حالكم انا بخير ما تخافوش علي. وبسمع الحوار بين القبور وبين ابني، هذا تبع بدكم تبنوا القبر ولا بدكوش ارخام ولا حاجه، نفس الحوار الاولاني بلاش اعيد لكم اياه، وبعدين في الاخر تلاقي بلد بلا زرع الى اخره. وبالليل بعد ان يذهب الجميع اسمعوا اصوات المجانب والكركات والنفوس العمال يعنون القمر. سدوني سدوني ولا مؤاخذه، كنت سامعهم هم يحكوا لوكات 6، مش مشكله هم حرين. بعد ان يذهبوا تصعد روحي من القمر لاتفقد المكان، اجد الشاهده قد انتصرت وكتبوا عليها المرحوم غنام صابر غنام من كفرعان. يا الله لم ينسوا ان يكتبوا كفرعان على شاهدة القبر، كان هذا المسؤولية اهم شيء. لما ضيق جوالي ان اي شيء شو بتعمل؟ اشعر بانني بدل فاقد، يعني التاريخ الذي ولدت بها هي بدل فاقد عن كفرعان الذي كان يجب ان اولد فيها. بنت الجيران اللي حبيتها في جرش هي بدل فاقد عن بنت الجيران التي كان يجب ان احبها في كفرعان. فرحه الثانويه في جرش هي بدل فاقد عن فرحه اهلي في ثانويتي في كفرعان. حتى المرأة التي تزوجتها في جرش وعمان هي بدل فاقد عن تلك المرأة التي كان يمكن أن أتزوجها في كفرعان. أولادي الذين أنجبتهم هم بدل فاقد عن أولادي الذي كان يمكن أن أنجبهم. مهنتي ربما لم أكن مسرحيا لو بقيت في كفرعان، ربما كنت شوفير حافلة، ربما كنت مدرسا فلاحا شيخ جامع ما بعرفش، ربما النكبة والهجرة هي التي جعلتني مسرحيا.
اللي فيه وارقكم ويتعب خاطري وبالي. هو أنا الآن لما بموت مين اللي بموت؟ غنام الأصلي ولا غنام اللي بدل فاقد؟ هذا هو السؤال. شكرا لك. استغرب كثير ليش ابوي محروق على انه مش رح يندفن بفلسطين. تساليني هلا وين بدك تموت؟ بقول لك هناك. لانه خلينا نتفق على انه انت من ترابها والتراب عايز ترابه والروح عايزه ارضها وعايزه حيطانها وعايزه ناسها. حكايه الوطن والانتماء مسألة ما فيش فيها نظرية قد ما فيها وجدان وحياة. اللي بتحكي فيه أنت هو سؤال هوية بالنسبة لي. لا أريد أن أموت في المنفى، عشان هيك أنا جيت وحكيت هاي النصيحة. يا سلام كني فضلت معايا طلبة فلسطينيين كتير عكس دلوقتي يعني،
كان الخلاف الدائم بينهم ان بعضهم كان بيقول احنا فلسطينيين من المنطقه الفلانيه، وبعضهم كان في واحد بالذات كان بيوصف قال انا اردني. لكن كل الخلاف والعراق كان بيحصل معاك بينهم انه انت فلسطيني المفروض تكون انا فلسطيني. فدي كانت من الحاجات اللي يعني انا لسه عايشه في الجامعه عندي 16 17 سنه يعني مش فاهم يعني انت ليه بتقول لما تقول انا فلسطيني بعد انا الجيل اللي عاش قوي 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 الاحداث قوي قوي يعني كان يمكن عكس دلوقتي. فدي كان التعليق يعني كنت بتقلل قوي ان الشخص ده كان يوصل له انا سؤال بقى بسيط. انا حضرتك دلوقتي بتتكلم يعني اساسا باللهجه المصريه وشويه باللهجه الفلسطينيه. هل لو اديت العرض ده في حته ثانيه مثلا في الشارع للبنانيين للشباب يعني لفلسطين للجاليه الفلسطينيه، هل هتختلف اللهجه ولا شكرا جزيلا. انا بالمناسبه البلد هذا العرض بنفس اللهجه اللي بحكي عنه من العرض له هذا العرض رقم 53 بالمناسبه تمام؟ نفس اللهجه هي لهجه وبالمصادفه هناك مصريين في الحدث مثل العائله صديقي اللي ما زال يعيش في عمان مثل اتصلت فيه بالتالي موجودين. انا ما حاولتش اغير في اللهجه اي حاجه حتى اقرب الفهم المناسب. هاي هي اللهجه ومن يعني امامك اليوتيوب شوفي من اول ما بديت حتى الان الحقيقه هي كلها نفس اللهجه. ولكن اللهجه الفلسطينيه اظن انها قريبه قوي من اللهجه المصري. انا هذا النفي في الفلسطيني الشين في الاخر زي مصر. عشان كده بتبقى شبه المصري. اتفضلي يا دكتور. الساحه الترابيه. والله يرحم صاحبي والدك وكل الاموات ويبارك في عمرك ويرحمنا جميعا. انا قد ايه انا اول مره اشوف العرض ده انا سمعت عنه كتير الحقيقه وعارفه ان انت عرضت في بلدان عربيه كتير وجيت عرضت في مصر دي ثالث مره ثاني مره غير المره ودي مره. اولا عمل رائع جدا وسردك وكتابتك فيه بشكل سلس وبسيط وانساني وعميق وما حسستناش ان انت جاي يعني بتتكلم عن عمق القضيه الفلسطينيه بالسياسه بالشكل الاخر من الاحتلال على قد ما انت عرضت ده بشكل انساني مسنا جميعا وكاننا كلنا في الاحتلال ومصر علينا من الاحتلال أي كان هو الاحتلال. أنا بس يعني بشكر طاقتك التمثيلية والمسرحية والحركية اللي قدمت بيها العرض لأنها حقيقة أنت علشان خاطر تعمل الرمز ده بين كل الجمهور وما تخليش ولا واحد يفلت منك لمدة 45 دقيقة وأنت 50 أو حتى 60 يعني إحنا كنا مستعدين نسمع معاك لحد الحين ساعتين كمان ما كناش هنمل الحقيقه لان انت عملت فرايتي كتير جدا في الحكايات وفي الاماكن واحلتنا بالكرسي اللي انت استخدمته في اكثر من استخدام لكل الاماكن اللي انت رحتها وعيشتنا كمان معاك فيها. شيء بديع وشيء راقي وشيء مبهر انا متفاجئه بيه فيك يا استاذ فنان لان انا عارفه ان انت كاتب مسرحي وخضرم جدا وناشط مسرحي كبير على مستوى الوطن العربي لكن طاقه تمثيليه حقيقه بديعه. انا بس عايز اسال سؤال واحد خاص بالحكايات ما عنديش اي تعليق تاني في اي اتجاه غير المحقق اللي كان بيحقق مع اخوك الصغير. هو ده كان جرب في فلسطين ولا جرب في فلسطين؟ نالت جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل 2018 وهذا يعني منجز كبير لصبية ممثلة الحقيقة. فشكرا لملاحظاتك ايضا يعني تهوني جدا وربي يكون معك. شكرا.
في في طلاب سيف فضل أهداف المسرحية هو إعادة إنعاش الملف، على اعتبار احنا اليوم كنا كمبيوتر وملفات وكذا، الملف الفلسطيني لازم يكون منتعش داخل دماغ كل واحد عربي وكل واحد يؤمن بالعدالة في العالم، ومش هويتي أنا اللي في خطر الحقيقة، هويتك كعربي في خطر إذا لم تنتصر لفلسطين. لانه سامحني اذا لم تنتصر لفلسطين، واحنا عارفين المخطط اللي ماشي في 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 كل الحدود اللي بنعرفها وكل مسميات الدول وكل اشباه الزعماء وكل الاشياء هذه. اذا انت عليك ان تشعر بالازمه في هويتك العربيه اذا لم يكن هناك. ولكن انا بدي اقول لك انه احنا كمان اجيالنا الجديده ضحيه لسياسات اعلاميه وتربويه غير منصفه، لا في القضايا الوطنيه ولا في القضايا القوميه. انا بتامل انه انا بساهم الى حد ما في هذه المهمه، وصدقني من اجل ذلك انا جئت، ومن اجل ذلك انا مستعد اروح لابعد مكان في الدنيا زاحفا ماشيا شو ما بدك. معنى ما في الاخر القضيه بالنسبه لي صارت هم اساسي في حياتي، وانا بسترد هويتي. على فكره أنا كل ما عرضت 50 دقيقة من هذا العرض أكون قد هزمت العدو 50 دقيقة، كل ما عرضته بكون هزمت العدو، وبالتالي هذه معركتي معه حتى نفسي الأخير. هي مشروعي في عام 2019، يا رب الله يعطيني عمر ونشوف. تيجي تعرض هذا هنا ان شاء الله. اول حاجه بشكر ربنا ان انا شفت تعرض زي ده، وعايزه اقول لك على حاجه احنا مش عندنا، انتوا بس اللي عندكم فلسطينيين. هي عندكم حريه تاخدوا كلام عن الوطن واللي تشوفوه واللي مش عاجبكم اللي عاوزين تعملوه. هي ده شرط يعني مش بحسبكم طبعا، بس يعني يمكن دي حاجه ربنا رزقكم بيها. يمكن ربنا يديك الطعام ان شاء الله وتشوف فلسطين من عندكم تاني. اكيد اكيد يعني بتتحسوا عادي كمان. اتفضلي. اولا انا بشكر استاذ غنام على العرض، وعايزه اقول ان يمكن من اغلب الناس الموجودين بيشوفوا العرض المره الاولى. انا مش اول مره اشوف العرض، انا شفت العرض اكثر من مره وشفته يعني خارج مصر كمان. أستاذ غنام عنده ميزة إنك كل مرة بتشوف العرض بتكتشف بعد جمالي جديد، يعني ممكن تكون في بعض العبارات مشتركة بين العروض، لكن دايماً في كل عرض بيكون في جمال أكثر من العرض اللي قبله كمان. أستاذ غنام سأقوله في المنبع عدد الرقم القياسي لأي مسرحية تجولت داخل عواصم الدول العربية. أستاذ غنام
فنان له مسرحيه جامعه يابانيه بتقوم بتدريس المسرحيه وعملت عنها دراسه. استاذ غنام اللي جه من بلد محمود درويش وغسان كنفاني وناجي العلي وايضا استاذ غنام غنام هو فعلا القضيه الفلسطينيه مجسده داخل عمل. انا بشكره لان انا في كل مره بشوف العرض بستمتع جدا وبقول ان هو طاقه ايجابيه بتدينا عمل في بكره، وبكرر شكري ليه على اني دايما يعني بكون من الناس اللي بتتفرج على العرض ويا رب يعطيك العافيه. يعني لما يحدث في المسرح العربي الحقيقة، وأنا محظوظ أني أنا كنت يعني ضمن المواد التي تسلط عليها الضوء دائما، وكان لي حظ أن حضرت بروفا في الشارقة لهذا العرض، فشكرا لك أيضا. أنت يتوجب بشكر يعني شكرك باسمي واسم كل زملائي العرب اللي خليتي منصة في صوت العرب يعني تخدمنا بهذا الشكل. لذلك أنا السؤال الموجع أنك أنت تعيش حياتك كلها بدل فاقد، ولكن عندما تموت يموت معدنك الأصلي. لذلك عليك أن تحافظ طيلة عمرك على أنك ما تكونش بدل فاقد وتكون حقيقي وأصلي، وهذا هو يعني السؤال وهذا جواب. طبعا هذا العرض هو الثاني الذي يقام في مصر، لكنه الاول اظن يقام في جامعه مصريه. هذا العرض تجاوزا ممكن نطلق عليه بالفعل ان هو مونودراما، ولكن مونودراما خاصه جدا متهيألي حتى الان هي غير مسبوقه ان تكون المونودراما مؤلفه من شخص عن حياة الشخص وهي سيرة ذاتية مسرحية، وهذا الشخص هو المخرج وهذا الشخص هو المؤلف، فالمؤلف والممثل والمخرج وسيرة ذاتية واضحة وصريحة، لأن من الممكن أن نجد سيرة ذاتية مسرحية مكتوبة بصورة رمزية
أو بأسماء أخرى يعني بالأسماء الحقيقية. فنحن أمام تجربة نوعا ما في التاريخ لها الثقل بالنسبة لتاريخ المسرح أو تاريخ التمثيل. أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية، وهو أنها تعالج بالفعل القضية الفلسطينية، حتى يمكن حتى تبع المؤتمر يعني اللي في الموجود الآن اللي هو أخوان معنا. يعني احنا لم نلقي محاضرة عن قضية فلسطين أو منشور بنوزعه أو خطب برنانة، دي قصة بسيطة مست عواطف ووجدان كل إنسان، استطاعت أن تختزل 20-30 محاضرة ب20-30 كتاب من الممكن أن نقرأه عن قضية فلسطين. الميزة هنا في قضية فلسطين في الوقت الراهن هي القضية الوحيدة التي تجمع العرب في تحت راية واحدة، هي قضية فلسطين. لو قلنا الدين يجمع الأمة العربية هنقول هناك في اختلاف أديان، لو قلنا اللغة هنقول هناك في اختلاف لهجات. الشيء الوحيد اللي بيربط العرب جميعا الآن هي قضية فلسطين. إذا فقدناها فقدنا ما تبقى من شيء يجمعنا. وشكرا لك يا غنيم. الشباب والصبايا اللي يقولوا لي يابا على امتداد الوطن العربي.
هي عباره عن تقنيات تكنيكيه. مثل ما قلت لكم انا في صوره فلسطين انت اهم في صوره فلسطين لانك انت بكره مش احنا الماضي. احنا فيش زلاجين اليوم هو بكره مش راح تلاقي بس انت يا رب كثير في المستقبل. لذلك بوعي الحياه اغلى من كل شيء غني زي ترامب بلاش يخسر الحياه. الله الأستاذ بنان الحكمات غنام الكاتب غنام الموثق غنام الذاكرة غنام القضية غنام لما يكون الفنان حامل القضية حامل رسالة يكون الآخر معه أينما كان يتحول المكان إلى حالة من الجلال وحالة من الجمال وحالة من الإكمال وحالة من الطرف. الخوف في مسرحية سأموت في المنبع ليس الخوف من الموت إنما الخوف من المنبع ذاته. الخوف من المنبع ذاته والموت في المنبع. الخوف ما يعطينا أن تموت الذاكرة. أن تموت الذاكرة وتموت أحلامنا وتموت آمالنا وتموت القضية معها أيضا. لذلك الأستاذ غنام الفنان الكبير والموثق والذاكرة يحاول أن يشعل داخلنا وداخل وجداننا عبر أدواته الجميلة البسيطة كيف تسلل للوجدان بعيدا عن الشعارات الكبيرة كما ترى وبعيدا عن الإعلانات وبعيدا عن البوستات وبعيدا دخل إلى الإبن والأخ والزوج والزوجة والصديق والحكوات وكان صادقا عندما طرح المحقق هنا والمحقق هناك وما نعاني من الداخل وما نعاني من الخارج ما نعاني من جوارنا وما نحمل في كل مكان في أخطاء لكن علينا كما طرح دائما أن تبقى الذاكرة يكفر إياك أن تنغرس إسرائيل في الذاكرة فلذلك هو يحاول أن يشعل وبوسائل جميلة وبمفرداته حولها بأكثر من علامة درامية داخل مساحة بسيطة جدا في لحظة في خلال 50 دقيقة توهج هذا المكان ورحلنا إلى يافا ورحلنا إلى أكثر من منطقة وإلى جريش وإلى الشارقة وإلى مصر وإلى كل القضايا اللي طرحها هي قضايا داخلنا نحن وعبر عنا كلنا وعن آمالنا وعن فرقتنا وعن قضيتنا أشعل ويحتاج إلى كل إنسان فينا أن يبقى الذاكرة مشتعلة حتى لا ننسى. شكرا للأستاذ غنام. يعني سؤال ولا أسأل سؤال بعرف إذا وصلكم إنه والدي لما اتصل في المحقق وهو يعذب أخوي قال لأخوي أنا ربيت رجال فهل كان أبوي محق في هذيك اللحظة الولد بتعذب ويقول له هاي الجملة ولكن أنا بدي أعيد في التركي في حد بطالب بحق في حد تاني بيعتقلوا عشان هاي المطالبة مين اللي ربى أخوي؟ اللي ربى أبوه اللي ربى على هذه القيمة قيمة المطالبة الحرية والحق أبوه فبالتالي ذلك المحقق أراد أن يكسر إرادة أبوه وأراد أن يكسر إرادة أخوي فما كان من أبوي إلا أنه بنى جدار صلب لأخيه وقال له أنا ربيت رجال ممنوع تتنزل خليك في محل تعذب بس ما تتنازلش لكن هو دفع الثمن هو اللي مات الاب فتخيل كم التضحيه اللي تمت في قلبه في ذلك اليوم ليضمن صمود لذلك انا احيي موقف والدي وفي نفس الوقت احيي صمود اخي 15 يوم تحت التعذيب
أنا شخصياً بعرفش لو كنت أنا مكانه كان جوز انهارت يعني التعليم مثلاً مش سهل. طب طب ماشي لازم أمشي بس ممكن بس ممكن بس ده بشكر حضرتك جداً على العرض. عايزة بس أقول إنه أحييك على البساطة بساطة في التداول دون لأن طبعاً قضية كبيرة دون الغرض المباشر. ده كان يعني عملت هذا التوازن وده شيء يعني مش أي حد يعرف يعمل كده إنه ما يغرقش بالشعارات التنار. أمام احتفالية موت غنام خليتها احتفالية لأنه غنام مش بس كده لا دي جوانب الشخصية كلها ده كمان شيء يحمد ورغم إنه ما كانش فيه يعني أمل في العودة ما خليتش فيه أمل لكن موته صح القضية فدي كمان حاجة يعني حقيقة حرفية عالية وعمل أكثر من رائع شكرا لك. يعني طالما انت في مجتمع في مصر يعترفون بك كفلسطينية ويحترمون هذه المسألة اذا انت لك ان تعتز بمستويات الثلاث على نفس القدر لانك ما راح تكوني فلسطينية منيحة اذا ما كنتش مصرية منيحة وما راح تكوني مصرية منيحة اذا ما كنتش عربية منيحة المسألة لا تتجزأ لذلك انا قلت لاخي لما انت ايضا هويتك في خطر اذا ما كنتش مع فلسطين لذلك ما تفكر بين الطلاق انا فقري بهذا الموضوع لأنهم في سنوات طويلة من عمري حاولوا ينزعوا صفة الفلسطيني عني وأنا كنت أحاول يعني أن أتمسك بهاي المسألة لذلك أبداً هي ليست ضد نحن جميعاً زي ما قلنا إحنا فداء مصريين فداء لمصر يمنيين فداء اليمن سوريين فداء لسوريا إحنا هيك مش راح تمشي حالنا إلى ما كنا شيء مش راح تفعل الفلسطين بالفلسطيني لحالهم على الإطلاق. هناخد اخر سؤالين وبعد كده السؤالين هنا ما في هنا سؤال للاستاذه امينه حضرتك وبعدين حضرتك هتقول اخر كومنت عندك ايوه والتحيه والتحيه وبعدين تتفضلوا معانا شاي في القسم شفت عشان انك استعجل الشاي بره تي 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 مش شاي خد بالك تي بارتي اتفضلي سعداء قوي ان احنا نحضر جامعة القاهرة ده في حد ذاته وعبق والتاريخ انه نبقى موجودين في هذا المحفل في هذا اليوم. ثانيا اهلا وسهلا بالاستاذ الكبير العظيم غنام غنام الكاتب والمفكر والدينامو والهيئة العربية للمسرح. الحقيقة أسعدني جدا نجاحاتك وأنا متابعة نجاحاتك سواء على النت أو كل سفرياتك بره في هذا العرض الرائع. ولكن ما أريد أن أسأله لحضرتك كان في مؤتمر قريب كنتم مسافرين فيه إلى فلسطين وحضرت هذا المؤتمر وبعد أن تم تحضيره لم يتم الوصول إلى فلسطين ولم يعلن لماذا لم يتم هذا المؤتمر بعد تحديد. إذا سمحت لي وإذا تحب تقول لي هل ممكن أعرف لي برغم أنه أنت لدينا في الهيئة العربية من المشترك وعرض زي ذاك لازم يوصل الأرض الحدث اللي بتحكي عنه هو تنظيم مهرجان فلسطين الوطني بدورته الأولى بالتعاون ما بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة الفلسطينية وكان المهرجان ضمن
مبادرة كبرى للشيخ سلطان القاسمي بإنشاء يعني وتنظيم مهرجانات وطنية في مختلف البلاد، وكان في 7 مهرجانات منها مهرجان فلسطين. المهرجان الوحيد اللي كان لازم يجي ناس من خارج بلده هو مهرجان فلسطين، وذلك لدعم الحركة الوطنية الفلسطينية ولكسر إطار الاحتلال. ولكن لأنه هذا صراع مع الاحتلال، الاحتلال لم يمنح أي حد من خارج فلسطين تصريحاً لدخول رام الله، لأنه لازم يوافق. سيبك التصريح بيطلع من السلطة الفلسطينية صحيح، بس في موافقة من العدو يعني يجب أن تتم من تحت الطاولة. لم يوافق على دخول لا فرقة ولا أشخاص، وحتى فرقة غزة منعها من النتيجة، وبالتالي 40 شخص ما يدروش يطلع يعني يوصلوا فلسطين. وبالمناسبة أعلن ذلك، احنا ما نستغرب كيف بتقولي ما أعلناش، أعلن ذلك وتم الحديث فيه وصدر فيه بيان، وبالتالي احنا بنعتبر حالنا في حالة مواجهة دائمة، لأنه هي مواجهة ثقافية لابد منها. والسنة راح يكون إن شاء الله في الدورة الثانية، وستكون هناك محاولات للدخول مرة أخرى، فإن نجحت نجحت، فإن لم تنجح فلنا شرف المقارعة. أما هذا العرض في فلسطين فأبشرك بأنه في 1/4/2017 كان العرض الأول في مدينة الخليل، وعرضت 5 عروض في فلسطين، ومن ثم خرجت به إلى العالم العربي، وآمل أن أعود لأحقق على الأقل 50 عرض داخل فلسطين أحلم بها. سؤال أنا بس عايزة أشكرك بجد، يعني برغم أن حضرتك قلبت عليا المواجع زي الهان بالضبط يعني، وتوحدت معاك، بشكر الدكتور أن هي يعني أتحت لي أن أشوف العرض الأول مرة، بجد يعني انت بتضرب مثل في الفن عظيم جدا. يعني مونو دراما، انا جاي اتفرج على مونو دراما، متوقعتش ابدا ان انا الاقي مونو دراما في مدرج من غير اضاءه من غير اي حاجه، ومع ذلك اخترقت قلبي وخلتني قاعده مستمتعه وبعيط وافكار كتير بتيجي وبتروح، وحسيت بيك وحسيت بالمعاني اللي انت عايز توصلها. يعني هو ده الفن حقيقي، انت لخصت العملية الفنية والإبداعية اللي مفروض بيتصرف عليها كتير جدا عشان تحصل، تلخصتها بمنتهى البساطة. يعني انا بحييك جدا. شكرا. الفنانة اللي انا بدوخ لما بشوفها بتمثل دعاء طعيمة، يعني ممثلة مهمة جدا وصديقة عزيزة للغاية، واحنا على فكره ما جمعناش دائما الا المسرح، انا ما التقيناش الا في ايهاب المسرح، ولكن ببين المسرحي اللي مقدم. يعني لما انا بطلع هيك بلاقي فجاه زهراء المنصور موجوده. ايه زهراء هون، يعني كيف هذول الناس اللي بنعرفهم في المسرح؟ انا ما عرفتش زهراء في نوفيتي، ما عرفتهاش في محل الاكل، يعني انا عرفتها في المسرح. وبالتالي دعاء نفس الشيء. شكرا جزيلا لكم، لانه انا بعتقد انه اهم شغل كان إلي على المونودراما هذه هو ما تفضلتي به، هو هذا الذي يبدو متقشفا، لكن يجب أن نغني جوانب أخرى. والآن بدي أدخل للإجابة الحقيقة بتاعة المونودراما ولا مش مونودراما. طبعا المفهوم عبير عن هون كلام عبير عن صديقة قديمة ومخرجة مبدعة بعتز فيها الواحد جدا. أنا حتى الآن الأكاديميين والباحثين لم يحددوا بالضبط مفهوم الدراما، هل هو مفهوم الممثل الواحد ولا هو مفهوم قضية واحدة درامية في داخل العمل. وبالتالي أنا مش الآن في نفس الوقت أنا مش نحكي شوية في مسرح يا شباب، الآن أنا بشتغل على قضية حكاوي، ولكن أنا مش مكمل طول الوقت حكاوي. أنا أحيانا كنت أمثل، أحيانا كنت أشخص، أحيانا كنت أشير. وأقول لكم سرا من الأسرار، هناك مفاصل للاشتغال. أنا في كل النظريات الدرامية اللي تعلمتها واشتغلت عليها واللي صار لي 84 محترف مسرح، أنا مش من اليوم، يعني من عمري 65 سنة ومقضي عمري في المسرح. الآن لو تيجي تقولي هو من أي مدرسة اشتغل؟ على أي منهج اشتغل؟ مش هتلاقي جواب، لأنه كل دي هتلاقيني بشتغل على منهج. أنا وين لقيت الحل؟ مش في النظريات المسرحيه، عشان بس الاساتذه ينتبهوا ايضا الاساتذه في الادب، انا لقيتها في اللغه. يعني تخيلوا في اللغه والقواعد النحويه،
تخيلوا اني انا اشتغلت فاعل ونائب فاعل ومفعول به مبني للمجهول وضمير متكلم ضمير مخاطب ضمير مستتر وكل هاي التصاريف القواعد اللغويه والاشياء هاي هي اللي خلتني انتقل من حاله لحاله من حاله لحاله الى انا الان غناء انا الان مش غناء انا الان صاحب غناء انا الان متحدث ضمير متحدث انا الان ضمير غائب انا ضمير مستتر وهكذا لاي صعوبه بهذا اللغه معود عليها اذا انا استخدمت قواعد اللغه من اجل حل المفاصل المسرحيه ومن هنا انا ما كنتش عارف هي فكرت بالتابع انا من المنتظر العملي بعد شهر من الغلط مش من الغلط على حكواتي مش حكواتي ما عادش يهمني انا بحلمي ارجع اعمل العرض لما اقول لك تو بي في الاول انت تقول ما لنا نعمل تتنسب علينا تو بي من اولها لا تو بي تو دايمنشنز اذكركم بالجمله تو دايمنشنز البعد الاول انا وانت وانا وانت وحيوان والبعد الثاني الحكايه صحيح هي حكايه ضغطه لكن ما بدكش من حكايتكم كلها هذا كان تقنيات قوية ربما كان عدى في الأول بدون من واحد يلمسه لكن هو اللي مبني عليه العمل فعلا أما تشييع الأشياء وتغيير المناخات فإحنا بنعرف تمرين مسرح كثير بسيط كيف هذه بتصير هلا رائد وكيف بتصير كمبيوتر نعرف هاي الأشياء هذا تمرين أولى ولكن لما أنت تحترم عقل المتلقي وتحترم خياله وتقول له انا هلا داخل المدينه هاي حكيت انت بتعرف اذا انت صرت شريكي بالتفسير وصرت شريكي بالمعرفه وصرت شريكي بالتصوير انا لما قلت عن ابوك كل واحد منكم استحضر صوره ابوه ولما قلت عن امي استحضرت صوره امياتكم ولما قلت اخوي استحضرت صور اخوتكم واصدقائكم الى اخره ما فرضتش عليكم انا الحقيقه صورتي انا حتى انا لما جيت تعبت على موتي انا تعمدت موتي يكون في كمبيوتر لانه ايش بدنا نعملها منتبه بكفي بكفي مع انه طبعا في جمله انا ما قلتهاش انه في صديقه وصلت عند القبر قالت لي ولك يا غنام مش احنا صرنا 5 سنين بنخطط نخلف 5 اولاد ما قلت ليش في اي مطار بدنا نخلفهم هي روحته وصرت في القبر هذا شو اعمل انا هذه حقيقه يعني في اشياء احيانا بشيلها انا بسرعه من المكان عشان التفاعل تبع الجمهور انا كان ايضا كنت قبل العرض بقول انه انا عندي كثير ممثل انا بكون كمثال استاذ رئيس في الصف نقل الناس وتفاعل انا لما بكون بطلع في عينيكم مش بس بوصلكم رسالتي انا ايضا باخذ الشحنه الايجابيه اللي من عندكم مشان اقوي فيها بدني واقوي فيها روحي وابصر يمكن اللي ما بيعملوش بالطاقه اللي في العرض ما بين الجمهور وما بين المؤدي الجو الممثل اللاعب بكون كثير غلطان مساله كثير مهمه احنا خلينا نقول مع بعض التحيه الاولى الله يمسيكم مساء الخير الايام بتحلى والإنسان اللي أحلى وأحلى الناس هم البني آدمين وأحلى البني آدمين هم الناس ومساء الخير على البني آدمين